أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلت الوجوه للحي القيوم. ربنا يحفظك ويحفظ عليك ويكبر بخاطرك ربنا. يكفيك شر طريقك ربنا. ربنا يحفظك يا حبيبي يا رب. يا مريح الكلام يا ابو احمد والله. انا اول اطلب اتنفس لان انا بقعد اطلب منك. ربنا يكرمك. ما شاء الله. وقد خاب من حمل ظلما. صل على حضرة النبي. المتعب بالصحة ربنا. وعنت الوجوه للحي القيوم. الله يا جميل. تعاليك يا قارئ مصر الأول. وقد خاب من حمل ظلما. سلام عليك. كده مداوى القلوب. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. الله أكبر. يحرسك من كل شيء ربنا يا دكتور عبد الفتاح. يمتعك بالصحة والعافية يا رب. فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. الله يا أخي. سبحان من أنزله. الله يا دكاترة. الله أكبر. دكتور جامعي دكتور عبد الفتاح. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وعنت الوجوه للحي.
وقد خاب من قبل ظلما وقد خاب من حمل ظلما هات القرآن على قلبك فيها شو ومن كرامات المتوفى رجل من الصالحين اسعدنا بيك والله وكذلك انزلنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا سبحان من أنزله يا رب سلام وصرفنا فيه من وصرفنا عليك يا متمكن
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصورنا فيه من العين بزدني
يا جدع يا جدع، توفيق من الله والله. ربي زدني علما. ربي زدني علما. عالم متعلم دكتور عبد الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. سلام عليك. كده يا جميل. فنسي ولم نجد له. ربنا يحفظك ويحافظ عليك ويديم عليك نعمته. اللي جابك هنا واعي يا حبيبي والله.
فقلنا يا إن هذا عدو لك ولزوجك. يا جدع يا جدع. إن هذا عدو كده 20 كده في بعض يا اخي كمان والنبي كم كمان الله يسترك. ان لك الا تجوع فيها ولا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان وملك لا يبلى.
شاء الله عليه. الله 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 الله، والله سفينة أكبر سفراء القرآن. قارئ مصر الأول يا عم. والله العظيم سفينة من أكبر سفراء القرآن. أه والله. ربنا يحفظك ويحافظ عليك. كده يا روحاني.
والله قارئ مصر الاول يا حبيبي. والله يا عم شيخ عبد الفتاح والله مفسر. وكذلك لم يجن من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تكشر طريقك ربنا يا شيخ. مش تنحرم من صحتك ولا من عافيتك يا دكتور عبد الفتاح. أفلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. والله كل مدى في السجى مالي يا إن في ذلك لآيات لأولي النهى. عايزين نفرحهم كمان على قلبي يا مولانا الله يفتح عليك. عايزين نفرحهم شغاله على الصب في البيت. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أداء جميل يا حبيبي. يا عيني على الصبر. أفتى عليك يا متمكن. فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون. صلي على النبي. حاجات روحانية والله يا بابا. يا ورش حق عبد الله. فاصبر على ما يا سيدنا ليلة حضرة النبي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله يا مولانا يا سيدنا. فاصبر على ما يقولون. يا اخي يا اخي ليها كمان واحده كده مطه حلوه في الاخر منك.
وسبح بحمد ربك. والله الكرامات المضافة راجل من الصالحين اللي اسعدنا بيك يا دكتور عبد الفتاح. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تعاليك يا روحان. معاك ربنا في الصلاة على النبي. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد فاصبر على ما يقولون. اللهم صل عليه السلام. اللهم صل على كامل الانوار. الله يزدنا. وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آل الليل فسبح ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به
وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. معلش انا مش عارف والله يا شيخ محمود ابو سلامه رفع ايديه للسماء عمال يدعي لك اهو اهو ابو سلامه اهو بركه القران كله الله الشيخ حاضر واهلك بالصلاه وأمر أهلك بالصلاة
فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله. في ذكرى ميلاد طه وقد تلا من آيات سورة طه وقد أمتع الحفلة وأشجاها فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. نقلناها لحضراتكم من داخل هذا السرادق العظيم الذي كمل بالهندسة الكهربائية والإذاعية أولاد عبد الوهاب وسعد بيش قايد مركز الزقازيق الشرقية. أيها السادة، باسم أسرة العمدة الراحل الكريم حاج محمد أبو حسن المدير العام الأسبق في التربية والتعليم، باسم أبنائه المهندس إبراهيم دري الشرقية والمحاسب أحمد محمد حسن والأستاذ عبد الكريم المحامي بهيئة الموالي، وكذلك الحاج نبيل والأستاذ عرفة محمد زكي والأستاذ خليل شعبان والأستاذ فؤاد عطوة والمهندس السيد حسن العزازي. نشكر لأستاذ الشيخ عاطف محمد دياب مفتش الوعظ بالشرقية، ولفضيلة الشيخ جمال محمد عبد الرحمن شيخ سعد النجار حاج جمال فتح الخليل والحاج أحمد عبد السلام. كذلك نشكر الوالد الكريم الحاج فاروق العزازي والوالد الكريم الحاج عزة بدوي. خدماتكم لا تنسى ولا تحصى. الأخ الكريم المحاسب ماهر أبو الليل لكم الشكر يا أستاذنا. كذلك نشكر الوالد الكريم الحاج عبد الباسط حاج السيد أحمد القصاص، الوالد الكريم المهندس صلاح أيوب عن المهندس طلال أيوب، والحاج إبراهيم أبو رمضان والأستاذ ماهر قنبورة. أيها الإخوة الكرام، نعود إلى هذه الكلمة الطيبة